بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم بعنوان الشيزوفرينيا. طبعا الشيزوفرينيا is a psychiatric illness، طبعا أكيد هي من psychiatric disease representing a heterogeneous syndrome of disorganized and bizarre thought delusion hallucination. طبعا راح نشوف انه جزء من السيمبتومز اللي للبيشنت وذ شيزوفرينيا يسموها البوزيتيف سيمبتومز، اللي هي نشوف من عندها الديليوشن، هاي الاوهام اللي تصير عند المريض، يعني اوهام وافكار خاطئه على الرغم من وجود الادله على عدم ثبوتها، لكن المريض يبقى مؤمن بها. وايضا الهالوسينيشن، البيشنت قد يسمع اصوات، قد يشاهد اشياء او يشتم اشياء او يحس اشياء أو يتذوق أشياء، وكل هذه الأشياء هي بالحقيقة هي ما لها وجود. طبعا هذه احنا عادة الديليوشن والهالوسينيشن مثل ما راح نشوف هي يسموها من البوزيتيف سيمبتوم. وأيضا يصير عنده ديمينيش ايموشنال اكسبيرينس، يصير عنده لوس اوف انترست وغيرها، هذه يسموها النيجاتيف سيمبتوم مثل ما راح نشوفها إن شاء الله. بالإضافة إلى الامبيرد سايكو سوشيال فانكشن، يصير عنده امبيرمنت بالسوشيال ريليشن شيب بالانتراكشن وذ ذا سراوندينج بيبول. فإذا الشيزوفرينيا هي psychiatric illness characterized by disorganized bizarre thoughts، أفكار غريبة، عنده أوهام، عنده هلوسة، بالإضافة إلى diminished emotional experience، loss of interest، وبالإضافة إلى impaired psycho social function عند ال patient. طبعا الشيزوفرينيا هي الفورث leading cause of disability among adults، يعني أكو كثير من الأمراض تسوي له disability، يعني تقريبا خلينا نقول توقف حياته، تسوي له يعني خلينا نقول عجز عن أداء حياته بشكل طبيعي. فالشيزوفرينيا هي fourth leading cause of disability among adults. طبعا is associated with substantially lower rate of employment، أكيد من ناحية التوظيف مالتهم، من ناحية الزواج، وكذلك يعني قابليتهم على الاندبندنت ليفينج بالمقارنة مع البوبوليشن الطبيعية. Approximately 0.7% of the world population suffered from schizophrenia، تقريبا 0.7% هذا عندهم شيزوفرينيا، with symptoms typically presenting late adolescent or early adulthood، يعني عادة تبدي بمراحل يعني خلينا نقول early adulthood، بالمرحلة يعني البلوغ المبكرة، يعني بداية البلوغ، يعني خلينا نقول بداية العشرينات أو أقل من عدها. The patient with schizophrenia have a life expectancy، بصورة عامة معدل أعمار مرضى الشيزوفرينيا بأقل يعني 9 إلى 10 سنوات أقل، وفي بعض الدراسات تقول يعني أقل بدرجة أكثر يعني من هذه ال10 سنوات than the average population، لكن بصورة عامة خلينا نقول معدل أعمارهم هو ب10 سنوات أقل من الأشخاص الطبيعيين. طبعا بالنسبة للإيتيولوجي مالتها أكو different theories including genetic predisposition obstetric complication with hypoxia، يعني أحيانا قسم من عندهم يعني أثناء الولادة مثلا بنصير عنده هايبوكسيا، قد يكون هذا الريسك فور فيوتشر، يأثر على البرين وبالمستقبل يصير عنده. أيضا دوبامين ريسبتر، مشكلة بالدوبامين ريسبتر ديفكت، ريجنال برين أبنورماليتيز including hyper or hypoactivity of dopaminergic process in a specific brain region. إذا أكو عندنا genetic predisposition واضح، أحيانا بعضهم يصير عندهم البيشنت أوبستاتريك، يعني أثناء الولادة يصير عنده مثلا هايبوكسيا، هذا جزء عنده ريسك فاكتر، بالإضافة إلى شغلات اللي هي بالبرين لايك دوبامين ريسبتر ديفكت، أو عندنا هايبر أو هايبوأكتيفيتي بالدوبامينرجيك بروسيس إن سبيسيفيك أريا أوف ذا برين. البوزيتيف سيمبتوم هسه اللي راح نشوفها، اللي هي البوزيتيف سيمبتومز اللي هي يعني خلينا نقول اكسس اوف نورمال فانكشن اور اد تو نورمال فانكشن، يعني شيء اكثر من الطبيعي، هاي ماي بي اسوشيتد وذ دوبامين ريسبتر هايبر اكتيفيتي in the brain. بينما النيجاتيف سيمبتوم اللي هي النيجاتيف سيمبتوم اللي هي يعني lack of interest، يعني lack of social isolation، lack of emotion، lack of energy، هاي يسموها النيجاتيف سيمبتوم، يعني الاندر اكتيفيتي خلينا نقول، هاي ريليتد mostly to dopamine receptor hypofunction in the mesolimbic pathway in the brain. اذا بصوره عامه البوزيتيف سيمبتومز اللي هي مثل الديليوشن والهالوسينيشن والاجيتيشن، هاي الاكسس اوف نورمال مور ذان اور مور ذان ذا نورمال activity، هاي associated with dopaminergic dopamine receptor hyperactivity. بينما negative symptom اللي هي lack of interest، social isolation، concentration difficulties وغيرها، هاي associated with dopamine receptor hypofunction in the brain.
The symptoms, most patient fluctuate between acute episode and remission. مثل ما ذكرنا the symptoms of schizophrenia بصورة أساسية قسموها خلينا نقول three types: positive symptoms, negative symptoms, and cognitive symptoms. هي different type of symptom associated with schizophrenia. إذا بصورة عامة symptom of schizophrenia قسم إلى positive ونegative وcognitive symptoms اللي هاي بتتعلق بالcognitive بس راح نشوفها الميموري وغير الconcentration وغيرها. عادة إن البيشنت فلكتويت يعني يتأرجح ما بين الأكيوت إبيسود يصير عنده الأكيوت إبيسود والبيريود أوف ريميشن. مثل ما ذكرنا الـ positive symptoms هي are excess of normal function أكثر بشيء من الطبيعي هسه مثل ما راح نشوفها أو added to the normal function. مثلا الأشياء اللي يصير بها يصير عندهم مثلا الديليوشن الأوهام هي defined as false هي false fixed belief يعني أوهام خاطئة لكنها ثابتة that will not change no matter how much evidence is offered to the contrary مهما تقدم له من أدلة تثبت عكسها هو لا يظل مقتنع بهاي الأفكار الأوهام الخاطئة. أيضا يصير عندهم الهالوسينيشن اللي هو real perception of sense in the absence of external stimuli يحس أكو شيء يعني إحساس حقيقي عنده أنه أكو شيء يدفع إلى عمل مثل الأشياء إحساس كل الحواس تقريبا hallucination may affect all the five senses لكن هو بصورة عامة visual و auditory يعني أكثر شيء أثرنا على الأوهام تصير عند الهلوسة هي سمعية وبصرية. مثلا المريض يسمع أصوات يعني commanding the person to perform a particular action تأمر بأداء عمل معين اذهب منا البس هيجي سوي هيجي اقتل نفسك وغيرها. إذا الهالوسينيشن هي يعني تشمل جميع الحواس الأولفكتوري يعني الشم التكتايل اللمس الجستاتوري الذوق depending on يعني كلها ممكن تتأثر لكن الأكثر الحواس اللي يصير بها هالوسينيشن هي الفيجوال يشوف أشياء هي ما لها وجود وأيضا الأوديتوري هي السمعية اللي يسمع أصوات تأمره بأداء أفعال particular action على الرغم يعني يحس بها. Other positive symptom هيدا هسه اخذنا delusion من الاوهام والهلوسه وايضا disorganized speech يعني disorganized speech the patient ينتقل لنا from one topic to another as though the topic were connected يعني ينتقل هيك يعني من موضوع يعني نص الموضوع يقمز الى موضوع يطفر الى موضوع اخر وهو يعتقد انه هاي المواضيع مترابطه وهي ما مترابطه ينتقل مثلا من الجو الى الى الحياه الى وهكذا العمل وهكذا ومع العلم هي ربما الأفكار not connected هذا disorganized speech. أيضا tangentiality the patient يعني may answer questions that are only slightly related or totally unrelated to the question يعني تسأل سؤال ويجاوبك جواب أما قليل إلى علاقة أو أحيانا ما إلى علاقة بالسؤال اللي أنت سألته. فإذا هسه من positive symptom delusion الأوهام hallucination الهلوسة disorganized speech ينتقل من موضوع إلى آخر بدون ربط و tangentiality يعني البيشنت يجاوب أسئلة اللي بطريقة هي يعني جوابها ما إلى علاقة بالسؤال أو إلى علاقة قليلة جدا بالسؤال. أيضا عندنا disorganized behavior disorganized behavior بالإضافة إلى disorganized speech يعني البيشنت يعني for example مثلا dressing oddly for the setting or season of the year مثلا wearing winter clothes in summer يعني المريض إن أنا disorganized behavior يعني أشكال يعني أشياء يعني ما يعني disorganized مثلا يلبس ملابس شتوية بالصيف أو أشياء repeating the same activity needlessly يعني يكرر أفعال هي هو ما يحتاجها وهكذا يلبس ملابس الصيف بالشتاء ملابس الشتاء بالصيف وهكذا. وأيضا عند الكاتاتونيك بيهيفير الكاتاتونيك يعني مثل الجمود motor disturbances in which the patient are unable to move normally despite physical activity patient عند هذا الكاتاتونيا أو الجمود يعني يصير عنده يعني الموتور هو الموتور ديستربنس يعني البيشنت ان ايبل تو موف نورمالي ما يتحرك ديسبايت يعني عنده مشكله بالستارتنج
او عنده مشكله بالستوبينج او عنده بالبلاننج للموفمنت، يعني كل هاي اللي ريليتد احنا الاشياء الانسان هو شنو يتحرك يتوقف يريد يتحرك، هاي كلها عنده اللي يصير عنده مشكله بها البيشنت. مع العلم هو فول فيزيكال كاباسيتي، عنده فول نورمالي عنده فول فيزيكال الكاباسيتي. طبعا هذا الموتو او عند احيانا الموتور بيهافير ما بي ريبيتيتيف اند بيربسلس، يعني مثل ما ذكرنا قد يظل يتحرك بطريقه يعيد الحركات وقد يكون بطريقه يعني بيربسلس. هذا كله اللي اخذناها يتعلق بالبوزيتيف سيمتوم، نعيدها مثل ما قلنا الديليوشن الهالوسينيشن الديس اورجنايزد سبيتش الديس اورجنايزد بيهافير ومثل ما ذكرنا انه التانجنشياليتي. بالنسبه للنيجاتيف سيمتومز، النيجاتيف سيمتوم هي عند البيشنت يصير ديمينيش اكسبيرينس ايموشن اكسبريشن اور لوس اوف نورمال فانكشن، يعني هنا ديمينيش الايموشنال اكسبريشن، مثلا يعني يصير عنده لاك اوف انترست، يعني ديكريز ابيليتي تو اكسبيرينس بليجر، ما يتمتع باي عمل، هذا نسميه الانهيدونيا، ديكريز ابيليتي تو اكسبيرينس بليجر هذا نسميه الانهيدونيا، او الافوليشن الافوليشن العفو لوس اوف موتيفيشن ما عنده اي حافز، او الوجيا يعني ديكريز ان سبيتش ما يتكلم قليلا. طبعا هنا النيجاتيف سيمتوم هاي lack of emotion, lack of energy, lack of interest, concentration difficulties. كل هذه بالحقيقة negative symptom difficult to assess. عادة difficult to assess compared to positive symptom. ليش؟ لأنه also associated with other psychiatric disorder من depression وغير depression ممكن يصير عنده هذه symptom. إذا negative symptoms هي diminish emotional expression like lack of interest, lack of emotion, lack of motivation. وبالتالي هي difficult to be assessed لأنه usually هاي negative symptom أيضا موجودة بأمراض أخرى. بالنسبة للcognitive symptoms يعني الجروب الثالث من الcognitive هي سميناها الcognitive symptoms اللي هي مثلا يصير عنده impaired attention بالانتباه أو بالميموري، بالإضافة إلى ذلك أنه البيشنت نتيجة لهذا may present with social and occupational dysfunction، أكيد هذا راح تأثر على علاقاته الاجتماعية والمهنية والعمل مالته. For example, patient may have difficulty with self-care, يعني صعوبة بيعتني بنفسه, أو maintaining employment بالتوظيف, or maintaining social relationship. فإذا هاي كلها تصير من الممكن أن تصير عند البيشنت. مثل ما ذكرنا إنه cognitive symptom هاي المدارك مالته يعني مثلاً related بالmemory, related بالattention, وكلها تأثر أكيد هذا تأثر على حياته الاجتماعية على social والمهنية. فتشوفهم يعني difficulty يعني صعوبة يعتني بنفسه, صعوبة يتوظف, صعوبة يتعين, صعوبة يكون علاقات اجتماعية. During احنا قلنا اكثر شيء هي البوزيتيف والنيجاتيف سيمتوم. بالاكيوت ريلابس بالاكيوت اتاك عاده البوزيتيف سيمتوم هي المور اوبفيوس تو اذر بيبل اند مي بي بروبلماتيك. بالاكيوت اتاك يعني عاده البريدومينانت سيمتومز هي البوزيتيف، بينما during ريميشن من شويه يتحسن المريض بتوين يعني الابيسود ات از اوفن ذا نيجاتيف سيمتوم ذات ار مور بروبلماتيك. عادة النيجاتيف سيمتوم less responsive to the treatment with الانتي سايكوتيك. إذا during الacute شيزوفرينيا attack بالacute relapse هذا لما تجين يعني ينتكس على قولة الناس ينتكس هذا عادة البوزيتيف سيمتوم الهالوسينيشن الديليوشن disorganized speech disorganized behavior هي هاي تكون predominant، بينما بالريميشن عادة بين الابيسود هي تكون النيجاتيف سيمتوم lack of interest lack of energy lack of هذه هي تكون عادة most predominant symptom وعادة النيجاتيف سيمتوم تكون less responsive to the treatment. طبعا عادة قد يكون عندهم other psychiatric disorder comorbid مثل يصير عندهم depression and anxiety substance abuse general medical disorder respiratory cardiovascular وغيرها ممكن انه تكون موجودة عند نفس المريض. طبعا اغلب واحدة من المشاكل الكبيرة انك صيادلة انه non adherence is also common، تقريبا نصف المرضى الشيزوفرينيا يصنفون على انهم non adherent.
الدايجنوزز بالحقيقه ما عندنا نو اوبجكتيف ميجر اكزيست تو كونفيرم ذا دايجنوزز، ما عندنا اوبجكتيف يعني فشي تحليل او سونار او مفراز او كذا نقيسه نسويه بحيث نقول والله هذا عنده شيزوفرينيا. لذلك الدايجنوزز بالحقيقه هو كلينيكال ديبيندينج اون ذا بيشنت سيمتوم، وعندنا هذا اختبار يسمونه دايجنوستيك اند ستاتستيكال مانيوال اوف منتال ديسوردر 5th اديشن، النسخه الخامسه هي هاي الكرايتيريا، عنده هيجي عنده هيجي عنده هيجي عنده هيجي، ويجمع سكور وبالتالي يشخص عندنا الشيزو فرينيا. طبعا الدايجنوزز generally not generally be made after single psychotic episode، مو من نوبة واحدة، وإنما especially إذا كانت يعني قليلة it is more likely to made after repeated psychotic episode. عادة التشخيص مو من يعني بس واحد مرة صارت له يعني brief psychotic episode، لا عادة إذا كان patient عنده repeated psychotic episode عادة هنا diagnosis can be made مثل ما قلنا باستخدام diagnostic and statistical manual of mental disorder. هذا بيها كرايتيريا تعتمد على السيمتوم، على الاوكيوبيشنال ديسفانكشن، على الديوريشن، بالاضافه الى رولينج اوت اوف اذر ديسوردر، يعني نستثني اذا يعني استثنينا امراض اخرى، وبالتالي هي هاي نشخص بها الشيزوفرينيا. التريتمنت، ذا جول اوف ذا تريتمنت از تو ديكريز السيمتوم، امبروف ذا كواليتي اوف لايف، امبروف ذا بيشنت function and minimize medication side effect. يعني هذا بصورة عامة هو هذا goal of treatment for many diseases to relieve the symptom, prevent relapse, increase, improve the quality of life, minimize the side effects. يعني هذا خلينا نقول general goals for all the diseases. Non-pharmacological therapy. Non-pharmacological therapy may include individual or group. يعني هي psychological support. هواي لها أسماء، يعني من عندها مثلا يسمونها، هسه راح نجي نشوف قسم من عندها يسموها family therapy, cognitive skill training, vocational skill training and other. هسه راح نتكلم عنهم بالتفصيل. The group therapy session can assist patients with social interaction, something that might be difficult for many patients. Group therapy يعني نسوي لهم group يعني عدة مرضى ويا هذا البيشنت، هذا حتى نعزز السوشيال انتراكشن. يعني احنا قلنا البيشنت يصير عنده امبيرمنت بالسوشيال ريليشن شيب، فهذا عندنا ممكن انه جروب ثيرابي هذا يعني يعالج يعني يعزز انه قابليه المريض على اقامه العلاقات الاجتماعيه الطبيعيه، مع العلم انه هو شويه هذا قد يكون بصعوبه. اكو كثير من المرضى يبقى عندهم lingering negative on cognitive، تبقى عندهم بقايا من النيجاتيف الكوجنيتيف سيمتوم that may not fully respond to pharmacotherapy. يعني عند البيشنت تبقى عندهم قسم من عندهم كوجنيتيف سيمتوم، قلنا الميموري الكونسنتريشن وغيرها، لذلك هذول يسووا لهم الكوجنيتيف سكيل تريننج. الكوجنيتيف سكيل تريننج يفيد لنا بهاي البروبلم اللي عند البيشنت عندهم مثلا بالكوجنيتيف سيمتوم. لذلك هاي example of cognitive skill training اللي هي related to the memory, related to the attention, related to the logic reasoning. يعني هاي كلها مثل ما ذكرنا انه disease هو affect the cognitive function of the patient، وقد يبقى هذه بعده وتكون قد تكون ان partial responsive to the pharmacotherapy. لذلك نعززها بالcognitive skill training، يعزز قابليته على الانتباه، على التذكر، على يعني معالجة الامور، على التفكير المنطقي وغيرها. ايضا مثل ما ذكرنا انه المرض ياثر على الورك الامبلويمنت والاوكيوبيشن، وبالتالي عندنا فوكيشنال سكيل هذا التدريب المهني، ممكن انه نزود المرضى بفرايتي اوف سكيلز تو بريبير ذيم، يعني يعلموهم مثلا اصلاح الماس، كهرباء، يعني يعطوهم فد عمل بسيط مهنه to re-enter the work force even only in a minor role، حتى ولو بشيء بسيط، بس لأنه هذا بالحقيقة هو يعني إدماجهم بالحياة الطبيعية يكون جزء من العلاج. الفاميلي ثيرابي المشكلة أنه for both the family therapy للمريض وللعائلة، لأنه بالحقيقة العائلة many families are greatly affected when a family member is diagnosed with schizophrenia. إحنا من إذا شخصنا أحد أفراد العائلة أكيد هذه العائلة كلها راح تتأثر ويصير عندهم الاكتئاب، وأيضا ربما هم يصير عندهم أمراض نفسية نتيجة لإصابة أحد أفراد العائلة بالشيزوفرينيا. لذلك improving the family understanding of the illness and how to interact appropriately with the patient can be of great impact to all family.
وبالتالي stress on the family can be mitigated or reduced through the family therapy and assistant program. إذن بصورة عامة إذن عندنا مثلا vocational skill نعلمهم كيف يدخلون سوق العمل ونزودهم بمهنة family therapy يعني للمريض وللعائلة شلون يتعاملون مع المريض شلون يفتهمون المريض يتقبلون المريض وشلون يقللون الضغوطات عليهم وايضا بالكوجنيتيف سكول لانه مثل ما ذكرنا شلون نعزز الميموري شلون نعزز الاتنشن شلون نعزز اللوجيك ريزنين كل هذه بالحقيقه بالاضافه الى الجروب ثيرابي كل هذه اسيست ذا بيشنت بالسوشيال انتراكشن كل هاي تنطرق تحت عنوان يعني سايكولوجيكال ثيرابي هذا مثل ما ذكرنا الفاميلي ثيرابي انه نعزز يعني طريقه فهم العائله للمرض وتقبلهم للمرض وتعاملهم مع المريض والمرض كل هذا احنا نسميه تحت عنوان الفاميلي ثيرابي طبعا احنا كفارماسيست ان رول اساسي بالنان رول ان نان فارماكولوجي باي اسيستينج ذا بيشنت ايدوكيشن regarding the medication and patient adherence to the medication. أيضا ممكن نعطيهم education about adverse effect and how to minimize the adverse effect. الفارماكولوجيكال ثيرابي بالفارماكولوجيكال ثيرابي راح نستخدم الانتي سايكوتيك طبعا الانتي سايكوتيك نقسمها الى الفيرست جينيريشن انتي سايكوتيك او يسموها تراديشنال انتي سايكوتيك لايك كلوروبرومازين فلوفينازين الهالوبيري يعني هذا الفينوتيازين الهالوبيريدول البيرفينازين الثايوريدازين وغيرها والسكند جينيريشن انتي سايكوتيك او يسمونها احيانا الاتيبيكال انتي سايكوتيك لايك الاريبيبرازول الاولانزيبين الكويتيابين الزبراسيدون الريسبيريدون وغيرها هذني نسميهن السكند جينيريشن انتي سايكوتيك او نسميهن الاتيبيكال انتي سايكوتيك بيس انتي سايكوتيك طبعا هنا الاختيار على اي اساس نختار الانتي سايكوتيك اولا تو افويد سيرتين سايد افكت اذا المريض يعني ديبندينج اون ذا يعني سايد افكت بروفايل اذا المريض مثلا عنده كارديو فاسكولار ديزيز نتجنب الاشياء اللي تسوي لنا كارديو فاسكولار اذا عنده ويت اوبيس نتجنب الادويه اللي تسوي لنا اوبيسيتي وهكذا ديبندينج اون ذا سايد افكت او كونكرنت ميديكال اور سايكاتريك ديسوردر اعتمادا على عند الاذر ديزيزز وايضا البيشنت اور فاميلي هيستوري اوف ريسبونس يعني اذا اخوه مثلا وكان ريسبونس تو ذا سم دراج هذا قد يخلينا انه يشجعنا انه نستعمل هذا الدواء طبعا اليوز اوف سكند جينيريشن انتي سايكوتيك ديورينج ذا فيرست اكيوت ايبيسود ريزلت ان جريتر تريتمنت ريتينشن اند ريلابس بريفنشن كومبيرد تو فيرست جينيريشن انتي سايكوتيك دراج اذا استعمال الفيرست جينيريشن السكند جينيريشن انتي سايكوتيك دراج عاده تعطي نتائج افضل من ناحيه انه جريتر تريتمنت ريتينشن يعني تخلي المريض تريتمنت ريتينشن اند ريلابس بريفنشن تمنع لنا الريلابس بدرجه اكثر بالمقارنه من الفيرست جينيريشن انتي سايكوتيك هاي اكزامبل على السكند جينيريشن اللي هي الفيرست لاين اكزامبل الاريبيبرازول الريسبيريدون الزبراسيدون may be preferred first line. طبعا the use of antipsychotic combination is controversial as limited evidence support an increased efficacy يعني عادة ما عندنا فد strong دلائل يعني قوية يعني توصي باستخدام combination من ال antipsychotic drug يعني more than one drug لكن مع ذلك بالحقيقة هذا practice common يعني مع ذلك هو موجود وكثير من الأطباء يستعملوه على الرغم من عدم limited evidence بالحقيقة about such practice المشكلة أيضا مثل ما ذكرنا أنه negative symptom generally less responsive to the antipsychotic therapy high lack of interest the lack of energy وغيرها يعني عادة less responsive to the antipsychotic therapy لذلك مثل ما ذكرنا قد نستعين بالnon-pharmacological cognitive وغير cognitive therapy بالنسبة للفارماكولوجيكال ثيرابي احنا عادة عندنا نقسم التريتمنت الى خلينا نقول ثلاث مراحل المرحلة الاولى الانيشيال ثيرابي الابيسود ديورينج ذا فيرست يعني 7 دايز اوف ذا تريتمنت هو حتى نقلل الاجيتيشن والهوستيليتي العداء والانكزايتي والاجريشن
ونورماليزيشن اوف ذا سليب اند ايتنج. يعني هذا البيشنت صار عنده اكيوت ابيسود مالت يعني الابيسود مالت الشيزوفرينيا. فاحنا عاده الجول الاول ما دخل شويه نرجع للطبيعي, نقلل الاجيتيشن, نقلل الاجريشن, نقلل الهوست العداء مالته والقلق, ونرجع له نومه والاكل مالته. هنا أنا راح نبدي الانتي سايكوتيك. عاده الانتي سايكوتيك ما نبديها بدوز فول دوز, وانما نسوي لها تايتريشن. تايتريت الانتي سايكوتيك دوز, تايتريشن اوف ذا دوز, يعني رابيد تايتريشن از نوت ريكومندد, وانما نبدي لها دوز شويه شويه قليلا ثم نصعدها. تريتمنت وذ جيفن دراج شود بي كونتينيو فور 4 تو 6 ويك تو اسيست ذا ريسبونس. لما نوصل للثيرابيوتيك دوز يراد لفد 4 الى 6 اسابيع حتى نحكم على الدواء هل هذا البيشنت ريسبونسيف اور نون ريسبونسيف. فاذا اراد لنا 4 الى 6 اسابيع حتى نحكم ابن الدواء. If there is no improvement within 2 weeks of therapeutic dose, then move to the patient. يعني شخصنا انه هو هذا unresponsive to the treatment, يعني وصلنا الفول therapeutic dose وبقى عليها فترة وهو not responsive to the treatment, هنا أنا راح نحاول another antipsychotic drug غير الكلوزابين. الكلوزابين هسه راح نشوفه نحط last choice لأنه عنده side effect يعني neutropenia. If the patient had not had an inadequate clinical response with two appropriate antipsychotic, then clozapine monotherapy is recommended. إذن المريض راح نوصل therapeutic dose, مثلا بدينا على الدرج الأول antipsychotic, وصلنا therapeutic dose واستمرينا عليها كم أسبوع ما استفاد, راح نحول على second antipsychotic drug غير الكلوزابين. ايضا نبدي عليها استمر عليه, وصلنا ثيرابيوتيك دوز استمر عليها نوت ريسبونسيف, بذاك الوقت راح نحول, ممكن نحول على الكلوزابين. المونو ثيرابي از ريكومندد, نحول على الكلوزابين. الكلوزابين لان مثل ما ذكرنا هو يعني يفيد لنا بحالات الان ريسبونسيف, لكن المشكله به هو سايد افكت النيوتروبي. إذا المريض stabilization, if the patient begin to show an adequate response to a particular dose, then continue that dosage as long as the symptom continue to improve. Improvement عادة thought disorder may require additional 6 to 8 weeks. إذا المريض وصلنا therapeutic dose من مثلا من وصلنا therapeutic dose من الدراج والمريض بدأ يستجيب, هنا أنا راح نبقيه على هاي الدوز إلى أن فد يعني فد 6 الى 8 اسابيع. هذا نسميه stabilization therapy. Continue that dose as long as the symptom continue to improve. ما طول اكو كل ما يفوت الوقت بمرور الوقت دا يصير عندنا تحسن, نستمر على هذه الدوز. عاده تحتاج لنا 6 الى 8 اسابيع. اذا بعد الانيشال فيس, بعد الاستابلايزيشن فيس اللي نستمر على الدوز, وراها هنا المينتننس ثيرابي. المينتننس ثيرابي هي يعني ريلابس بريفنشن, اذا المريض تحسن وصار زين نستمر على الدواء يعني فور ات ليست يعني 1 يير افتر ريميشن اوف ذا فيرست سايكوتيك ابيسود. وبالحقيقه كثير من الاكسبرت يعني الفيزيشن يعني ريكومند تريتمنت فور ات ليست 5 ييرز, واحيانا اللايف تايم فارماكوثيرابي ات ذا لوست افكتيف دوز از نيسيسري ان موست بيشنت وذ شيزوفرينيا. وراها يعني نبقيهم على اللوست افكتيف دوز, اكو بيهم مع مثلا يقول اقل شيء سنه, اكو بيهم 5 سنوات, والاغلب بالحقيقه هو يستمر عليها لايف تايم الفارماكوثيرابي, يبقى على اللوست افكتيف الدوز تو بريفنت ريلابس. عندنا سبيشال بوبوليشن. اولا عندنا الاكيوتلي سايكوتيك اند اجيتيتد patient. Acutely psychotic and agitated patient, يعني إذا المريض هذا acute agitation وعدائي وكذا ومتنرفز, نال النار pharmacological intervention نسوي له such as relaxation technique. ممكن relaxation technique هذا ممكن تفيد, وأيضا راح نعطيهم short acting intramuscular formulation are available for a number of first generation and second generation antipsychotic. نعطيهم اذا بالاضافه الى الريلاكس, هذا المريض اجيتيتد واكيوت يعني اتاك هنا وعدائي وكذا, هذا نسوي لهم اكو ريلاكسيشن يعني نان فارماكولوجيكال كريلاكسيشن تكنيك, وننطيهم انترا ماسكولار انتي سايكوتيك. ماكو بقسم انترا ماسكولار يعني فيرست جينيريشن مثل الهالوبيريدول, او من السكند جينيريشن انتي سايكوتيك الاريبوبرازول زبراسيدون اند اولانزيبين.
بالاضافه الى الاي ام انتي سايكوتيك نعطيهم اي ام بنزوديازيبين ار كومنلي يوز ان اديشن تو اي ام انتي سايكوتيك. والمفضل من من البنزوديازيبين هو الاي ام لورازيبام بيكوز اوف رابيد اند كومبليت اي ام ابزوربشن. طبعا الاي ام اولانزيبين ويا البنزوديازيبين ماي كوز كارديو ريسبيريتوري ديبريشن اند شود بي افويدد اف بوسيبل. يعني من احنا قلنا البيشنت يستخدم اي ام انتي سايكوتيك واي ام بنزوديازيبين يعني لورازيبام، لكن بنفضل عدم استخدام كومبينيشن مات الاولانزيبين ويا الاي ام اولانزيبين ويا الاي ام بنزوديازيبين بيكوز اوف ذا كارديو ريسبيريتوري ديبريشن. اذا هذه كانت عندنا التريتمنت مالت الاكيوت سايكوتيك اجيتيشن ريلاكسيشن زائدا انترا ماسكولار اي ام يعني انترا ماسكولار انتي سايكوتيك زائدا انترا ماسكولار بنزو ديازيبين. مانجمنت اوف تريتمنت ريزيستنت شيزوفرينيا مثل ما ذكرنا التريتمنت ريزيستنت شيزوفرينيا هنا الكلوزابين. الكلوزابين هاز شون سوبيريوريتي اوفر اذر انتي سايكوتيك. الكلوزابين هو نستخدمه بالتريتمنت ريزيستنت شيزوفرينيا وامبروفمنت اكر سلولي ويرادلها تقريبا 60% اوف ذا بيشنت امبروفينج اف يوز فور اب تو 6 مانث. يعني الامبروفمنت ويا الكلوزابين عادة slow improvement. أيضا ممكن نستخدم المود stabilizer like lithium, valproic acid and carbamazepine may improve يعني الagitation in patient with refractory schizophrenia. أيضا لأن المود stabilizer مثل الليثيوم الفالبروك أسيد الكاربامازيبين ممكن نستخدمها to relieve الagitation اللي ويا الشيزوفرينيا. ايضا سلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتر امبروف الاوبسيسيف كومبالسيف سيمتومز ذات وورسن ارايز ديورينج وورسن اور ارايز ديورينج كلوزابين تريتمنت. احيانا من نستخدم انهم كلوزابين ممكن يصير عند البيشنت يعني وورسنينج اوف ذا هاي الوهواس القهري الوسواس الاوبسيسيف كومبالسيف سيمتومز، لذلك ممكن تزيد او تظهر عندهم اذا ما كانت موجوده، لذلك ممكن نستخدم لهم سلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتر. اذا التريتمنت ريزيستنت نستخدم لهم كلوزابين. الكلوزابين ما نستخدمه من البدايه لانه سايد افكت مالته نيوتروبينيا سيريس سايد افكت، وايضا هو المشكله ايضا بيه انه الامبروفمنت مالته سلو تقريبا 60% من المرضى يراجع لهم اب تو 6 مانث تو شو امبروفمنت. ايضا ممكن نستخدم مثل ما ذكرنا المود ستابلايزر مثل الليثيوم والفالبروك اسيد والكاربامازيبين فور اجيتيشن ان بيشنت ريفراكتري شيزوفرينيا، والاوبسيسيف كومبالسيف سيمتوم اللي يصير فيها ورسنينج اور تظهر افتر كلوزابين تريتمنت كان بي تريتد باي سلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز. children and adolescent عندنا المشكلة أيضا تقريبا 10 إلى 30% من البيشنت with schizophrenia have psychotic symptoms before يعني adulthood يعني قبل ال 18 من العمر. هنا عندنا because of the concern about extrapyramidal side effect and tardive dyskinesia. tardive dyskinesia هذه tardive يعني delayed dyskinesia يعني abnormal movement ايدير قبته اقدامه اطرافه كلها تقوم تتحرك بصوره غير طبيعيه، هذا side effect من الانتي سايكوتيك. It is recommended that antipsychotic therapy be initiated with second generation antipsychotic aripiprazole, risperidone, quetiapine, olanzapine. إذن بالنسبة لعندنا كثير تقريبا 10 إلى 30% من المرضى تبدأ عندهم السيمتوم قبل 18 سنة، يعني هم خلينا نقول أطفال. المشكلة احنا مثل ما ذكرنا عندنا فيرست جنريشن وعندنا سكند جنريشن. الفيرست جنريشن اكو ريسك اذا استخدمناها بالاطفال الريسك مالت الاكسترا بيراميدال سايد افكت، وايضا التارديف ديسكاينيجيا هذا مثل ما قلنا الابنورمال موفمنت ان تشيلدرن اند ادوليسنت يكون اكثر ويا الفيرست جنريشن. لذلك ات از ريكومندد ذات انتي سايكوتيك ثيرابي ريكومند انيشيتد وذ سكند، لذلك المفضله هي السكند لانه لوور ريسك اوف اكسترا بيراميدال سايد effect and tardive dyskinesia. طبعا الايجنت with significant sedative anticholinergic side effect are not preferred because can interfere with the school performance. الادويه اللي تاثر عندها الانتيكولينرجيك سايد افكت عالي سيديشن عالي ممكن هاي تاثر لنا ما مفضله لان اكيد تاثر على اداء الدراسي. Compared with adult children and adolescents tend to gain more weight when taking this agent. طبعا the second generation خصوصا ممكن تسوي لنا weight gain كسايد افكت، وهذا سايد افكت الويت جين نشوفه بالاطفال بالحقيقه اكثر بالمقارنه بالادولتس.
بالنسبه للجروب الاخر هم الالدرلي. الالدرلي طبعا ممكن نستخدم لهم انتي سايكوتيك كان بي سيف اند افكتيف فور ذا تريتمنت اوف شيزوفرينيا ان الدرلي، لكن اف يوز ات لوور دوزز. ليش؟ لانه الالدر ادلت بالحقيقه فولنربل تو ذا سايد افكت، هذول تو ذا سايد افكت اوف ذا فيرست جينيريشن انتي سايكوتيك اند تارديف ديسكاينيجيا ريسك از تقريبا ثري فولد ريسك ان الدرلي بيشنت. يعني الالدرلي هم مور سسبتبل تو ذا سايد افكت، لذلك عاده نستخدم لهم اللور دوز. اكزامبل اوف سايد افكت اوف يعني الفيرست جينيريشن التارديف ديسكاينيجيا فور اكزامبل هي ثري فولد، يعني اكثر ثلاثه اضعاف بالالدرلي بالمقارنه مع الادلت. ايضا الاورثوستاتيك هايبوتنشن ممكن يصير عندنا تقريبا من 5 الى 30% من الالدرلي الجرياتريك، وهو الميجر كونتريبيوتنج فاكتور تو فولز، يعني ممكن يزيد لهم الريسك اوف فولز، يعني يسقط والسقوط والكسر وما يتبعه من ذلك. الانتي سايكوتيك مثل ما قلنا هي عندها انتي ماي كوز اور ورسن الانتي كولينرجيك افكت كونستيبيشن دراي ماوث يورينري ريتينشن كوجنيتيف امبيرمنت، وهي هاي مشكله يعني بالالدلت هم اصلا عندهم الكونستيبيشن يصير عندهم بروستات يسوي لهم يورينري ريتينشن، وبالتالي هذه الانتي كولينرجيك سايد افكت يعني بروبلم مور بالالدرلي مقارنه مع الاعمار الاقل. Greater antipsychotic associated impairment in cognitive function may occur in the elderly compared to the young adult. يعني أيضا ال cognitive impairment كside effect من الantipsychotic أيضا هو يصير أكثر بالelderly مقارنة مع younger adult. أيضا شافوا أنه بعض الدراسات بينت أنه second generation antipsychotic significant increase in mortality in elderly dementia. شافوا أنه significant increase in mortality الوفيات بعد الأشخاص اللي عندهم الخرف الشيخوخة، وبالتالي حالياً أكو black box warning was added to manufacturer information for all antipsychotic. أيضاً شافوا أنه statistically significant increase in mortality in elderly dementia patient taking second generation. شافوا أنه المرضى أيضاً الألدر اللي يأخذون second generation antipsychotic زيادة عندهم بالmortality وعندهم ديمنشيا عندهم زياده بالمورتاليتي، لذلك اكو بلاك بوكس وورنينج. اليوز ان بريجننسي اند لاكتيشن، اف بريجننسي اكر ديورينج الانتي سايكوتيك تريتمنت كونتينيويشن اوف بريفيوس انتي سايكوتيك از بريبيرد تو ديكريز ذا ريلابس ريسك. يعني اذا كانت المريضه تستخدم انتي سايكوتيك ثم اصبحت حامل هنا تبقى على نفس الدواء كونتينيويشن اوف بريفيوس انتي سايكوتيك از بريبيرد، تبقى على نفس الدواء اللي كانت تاخذه قبل الحمل تو ديكريز الريلابس ريسك. الهالوبريدول از ذا بيست ستدي فيرست جينيريشن انتي سايكوتيك ديورينج بريجننسي. طبعا اكو ريسك اوف نيونيتال اكسترا بيراميدال سايد افكت از انكريز وذ ان يوترو اكسبوجر تو ذا الفيرست جينيريشن. يعني هذا الطفل من يولد واذا كانت امه تستخدم فيرست جينيريشن اكو انكريز بالريسك من الاكسترا بيراميدال سايد افكت. طبعا لارجر ستدي سجست ذات يعني بعض الدراسات بينت انه السكند جينيريشن هذا الاريبوبرازول اولانزابين كويتيابين ريسبريدون كولكتيفلي دونت انكريز ذا ريسك اوف كونجنتال مالفورميشن اور كاردياك مالفورميشن، لكن مع ذلك بعد بحاجه الى مزيد من الدراسات حتى نثبت السيفتي مالتها ديورينج بريجننسي. يعني الدراسات بينت انه هاي السكند جينيريشن دونت انكريز ذا ريسك اوف كونجنتال مالفورميشن تشوهات وغيرها، لكن مع ذلك بحاجه الى مزيد من الدراسه. For all of the first generation antipsychotic the overall relative infant dose obtained through breastfeeding to be less than 10%. يعني عادة الجرعة اللي ياخذها الطفل لكل تقريبا الفيرست جينيريشن انتي سايكوتيك هي اقل من 10% من الدوز اللي تاخذها الام، وبالتالي هذا الحد يعني نوعا ما مقبول. مثلا شافوا عندنا بالنسبه للسكند جينيريشن ايضا شافوا الاولانزيبين الكويتيابين ايضا الريلاتيف انفنت دوز يعني تقريبا اقل من 4%، الريسبريدون الاريبوبرازول الريلاتيف انفنت دوز ايضا اقل من يعني 9%، وبالتالي البريست فيدنج يعني من الممكن انه يعني يستمر مع المرضى اللي يستخدمون هذه الادويه، لكن البريست فيدنج وذ وايل اون كلوزابين از نوت ريكومندد due to the risk of severe neutropenia and seizure in the infant. ما عدا يعني تقريبا الكلوزابين
يعني اذا كانت الام تاخذ كلوزابين يعني ان انا البريس فيدنج از نوت ريكومندد، لانه حتى على الكميه القليله التي تعبر للطفل ممكن ان اسوي له نيوتروبينيا. انتراكشن اند انتي سايكوتيك another problem. طبعا هنا اكو وايد دراج انتراكشن، لكن بالحقيقه من ناحيه الكلينيكال سيجنيفيكانت هو فيو appear to be clinically significant. Then, although there are many drug interaction involving the antipsychotic, لكن بالحقيقة إن كمية يعني عدد قليل few appear to be clinically significant. And most antipsychotic are at least to some extent metabolized by hepatic cytochrome P450. وبالتالي pharmacokinetic can be significantly affected by concomitant enzyme inducer or inhibitor. أيضا smoking was potent inducer وزيدنا الكليرانس يعني by as much as 50%. إذن أهم drug interaction بالحقيقة ويا الانتيسايكوتيك هو ويا الانزيم inhibitor أو ويا الانزيم inducer drug، لأنه أغلبها هي metabolized by cytochrome P450. أيضا smoking يزيدنا الميتابوليزم of the drug by about 50%، يعني يقللنا الإفكتيفنس، يحتاج أنه increasing the dose. أو أحيانا مو بس pharmacokinetic interaction، أحيانا لا pharmacodynamic interaction، مثلا إذا سوينا لها combination with other drug that cause sedation, hypotension, anticholinergic symptom, weight gain or metabolic abnormalities. إذا الدرج سوينا لها combination with other drug that cause metabolic abnormality with hypotension with sedation غيرها، هذا هنا ممكن يعني يصير عندنا synergetic يعني أو additive على السايد effect، وبالتالي يعني هذا significant drug interaction. لتريتمنت ادهيرنس يعني مثل ما ذكرنا انه الانتي سايكوتيك نون ادهيرنس از بروبلم، تقريبا نصف المرضى هم نون ادهيرنت تو ذا ميديكيشن. ليش يعني لماذا؟ يعني اولا الانتي كولينرجيك الانتي سايكوتيك سايد افكت مثل الاكسترا بيريميدال سايد افكت، الويت جين، سيكشوال ديسفانكشن، ايضا السيمتوم اوف ذا ديزيز لايك النيجاتيف سيمتومز كلها كونتريبيوت تو ذا تريتمنت نون ادهيرنس. يعني احيانا بسبب سايد افكت اوف ذا دراج، sexual dysfunction, الاكسترا بيريميدال سايد افكت، الويت جين وغيرها، هذا كله يزيد لنا البوسيبيليتي اوف نان ادهيرنس. وهو المرض ايضا المرض افكت يعني الكونسنتريشن، افكت الميموري، نيجاتيف سيمبتوم، اي لاك اوف انترست وغيرها، كلها كونتريبيوت تو ذا نان ادهيرنس. اذا البيشنت يعني عنده يصير عنده فريكوينت ريلابس because of non-adherence أو عند history of dangerous behavior يعتدي حاول يقتل أو غيرها، فهنا the treatment with long-acting injection should be encouraged. إذا الpatient نانه ده يصير عنده يعني frequent يعني relapse due to non-adherence، وخلال فترة الريلابس قد يتصرف تصرفات عدائية ومضرة لمن حوله بهذا الوقت، لنفسه أو لمن حوله، هنا بهذا الوقت لا، نحوله على long injecting anti-psychotic. Long acting injection should be encouraged. وشافوا أنه طبعا أكو long injection من الـ first generation الـ second generation، وهي شافوها أنه هي more effective reducing rehospitalization risk compared to oral treatment. إذا هذه long acting يعني مثلا once monthly injection شافوا أنه هاي يعني تقلل لنا risk of rehospitalization مقارنة مع oral treatment. لذلك المريض إذا عنده history of recurrent relapse due to non-adherence وخلال هاي الفترة بالrelapse يصير عنده مثلا dangerous behavior هنا او يتاثر تاثر كبير يعني بالريلابس اوف ذا ديزيز، هنا نحوله على لونج اكتنج انجكشن انتي سايكوتيك. هاي راح تقلل لنا الريسك اوف ري هوسبيتاليزيشن، وهي انجكشن واحده مثلا بالشهر يستعملها. سايد افكت ا لارج نمبر اوف ادفيرس افكت ار اسوشيتد انتي سايكوتيك ميديكيشن. طبعا يعني سايد افكت هوايه كثير، عندنا الفيرست جينيريشن انتي سايد افكت يعني الجنرال او فريكوينت سايد افكت اوف ذا اولدر فيرست جينيريشن هي الاكسترا بيريميدال سايد افكت، التارديف ديسكاينيجيا، قلنا التارديف هي الديلايد الديسكاينيجيا هي الابنورمال موفمنت، الانتي كولينرجيك افكت يورينري ريتينشن ودراي ماوث وكونستيبيشن وغيرها، كاردياك افكت اند ابنورماليتي، هايبوتنشن، هايبر برولاكتينيميا،
and sexual dysfunction. اذا هذه الفيرست جنريشن انتي سايكوتيك فلوفينازين وترايفلوبيرازين وغيرها بيرفينازين هذه الفيرست يعني الفينوتيازين وهالوبريدول هذا ان الفيرست جنريشن انتي سايكوتيك عندنا الاكسترا بيراميدال سايد افكت اكثر التاردف ديسكاينيجيا اكثر الانتي كولينرجيك سايد افكت الكاردياك الهايبر برولاكتيميا سيكشوال ديسفانكشن اكثر من السكند جنريشن انتي سايكوتيك دراج. بالعكس السايد افكت بالسكند جنريشن انتي سايكوتيك دراج ايضا تشمل لنا يعني السكشوال ديسفانكشن بالحقيقه العفو موجود بالجروب هن لكن بالسكند جنريشن عندنا الميتابوليك تشينجز سوتش از ديابيتس الويت جين موجوده بشكل يعني هي الترابول يعني المين سايد افكت وكان افكت ذا بيشنت. السيديشن يبقى هذا فور ماني انتي سايكوتيك. اذا بالفيرست جنريشن يعني الموست جنرال يعني الترابوليزم سايد افكت هي الاكسترا بيراميدال سايد افكت التاردف ديسكاينيجيا الانتي كولينرجيك الكاردياك هايبوتنشن هايبر برولاكتيميا سيكشوال ديسفانكشن. بالسكند جنريشن بالحقيقه راح نشوف الميتابوليك تشينجز مثل الديابيتس الويت جين وايضا السيكشوال ديسفانكشن موجود وكل هاي بالحقيقه مثل ما ذكرنا كان افكت ذا ادهيرنس اوف ذا بيشنت. Some effects such as sedation, weight gain may be beneficial for particular patients but not for others. إذا كان البيشنت ضعيف ممكن أنه تفيد السايد افكت يسوي لنا الويت جين. أو إذا كان البيشنت مثلا عنده بالسليب ممكن أنه سايد افكت يسوي لنا سيديشن ممكن أنه ينفع لكن هذا ما ينفع كل المرضى. طبعا susceptibility of individual patient to such adverse effect can vary significantly. يختلف المرضى في يعني استعدادهم to develop such side effect. وبالتالي بالحقيقه هذا الاستعداد للسايد افكت هو one of the major factor in determining the choice of antipsychotic مثل ما ذكرنا في بدايه المحاضره انه one of the important factor بالسلكشن of the antipsychotic drug بالاضافه الى مثلا الفاميلي response to the drug هو بالحقيقه susceptibility to the side effect of the antipsychotic. أن هذا بحث يعني أخذناه باللي شفناه بالعراق public perception of mental health in Iraq. بالحقيقة المنتل هيلث يعني بالعراق يعني هي يعني شوف هذا ياخذ يعني آراء الناس يعني احنا بالحقيقة هاي الأمراض النفسية بالعراق يعني إلها يعني تبعات اجتماعية ونظرة الناس إلى فهذا البحث ذا يقيس نظرة الناس للأمراض النفسية فمثلا عدة أسئلة من عندها مثلا المريض النفسي يجب أن لا يتزوج تتفقون لو ما تتفقون يسأل الناس الشخص يجب أن يتجنب التماس مع المريض النفسي المريض النفسي يجب أن لا يسمح له باتخاذ القرارات حتى المعتادة منها أستطيع أن أبقى بصداقة مع المريض النفسي أستطيع أن أتزوج من مريض نفسي قد أخاف عند تحدثي مع المريض النفسي الأشخاص الذين يعانون من الأمراض النفسية لديهم نفس حقوق الأصحاء أنا أتهيج أو أنزعج عند قيامي بنفس العمل مع المريض النفسي أشعر بخجل عندما يعرف الناس أن في عائلتي شخص مريض نفسي إذا كنت أعاني من مشاكل في الصحة النفسية لا أرغب بأن يعرف أحد يعني هذا دي يشوف أنه العيب يعني الناس تشوف لها سوشيال استيغما بها الناس بصورة عامة يتعاطفون ويعتنون بالمرضى الذين يعانون مشاكل بالصحة النفسية فهذا دي يسألهم هاي الأسئلة فشوف أنه البوزيتيف هذا perception I could maintain friendship with someone with mental illness يعني الأجري يعني 34% مثلا I could marry someone with mental illness أتزوج شخص يعني عنده مرض نفسي بالحقيقة بس 8% كانوا يتفقون person with mental illness should have the same right يعني 50% زين يتفقون أنه عنده نفس الحقوق people generally caring and symptomatic toward people with mental illness يعني تقريبا هاي يعني نسبة قليلة أما النيجاتيف بيرسبشن هواية بالحقيقة mentally ill person should be prevented from having children تقريبا نص يعني أما agree أو somewhat agree تقريبا نصهم mentally ill should not get married أيضا تقريبا نص mentally ill person should not be allowed to make decision أيضا نسبة تقريبا الربع او النص واذا ناخذ وياه somewhat agree وهكذا I would afraid to have a conversation with a mentally ill person وهكذا هكذا بقية الحال هذا يبين لنا بالconclusion يعني هنا صحيح هنا يعني the survey of public attitude toward mental illness in Iraq
has shown that community opinion about the etiology of mental illness is broadly compatible with scientific evidence. يعني نظرة الناس يعني تقريبا ان انا بدي هالدراسة يعني متوافقة علميا يعني مع الاسباب والكذا، لكن المشكلة its implication for social participation and management remain negative in general. لكن نظرة الناس إلى تأثيرات المرض النفسية وعلى وتعاملهم الاجتماعي مع المرض بالحقيقة يعني سلبي، وبالتالي بحاجة إلى تصحيح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.